مبروك النهارده فوز النادي الاهلي. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. الفوز غير النهارده النادي الاهلي، والفوز كان فيه سلاسه وكان فيه سهوله النهارده. يعني الحمد لله اللعيبه التزمت بالتعليمات اللي كابتن يوسف قالها كلها، وكان فيه توفيق في التوقيت بتاع احراز الجول، فالحمد لله الماتش مشي سهل معانا. امتى حسيت ان المباراه اتسهلت يا كابتن؟ بعد الجون الثالث. بعد في الشوط الثاني؟ بعد الجون الثالث. يعني ما نقولش ان ال 10 دقائق الاولين اعطوا المباراه النادي الاهلي؟ 10 دقائق الاولين في المباراه؟ لا 2-0 طبعا، كان المباراه رايحه جايه، ما انما هم لما النتيجه وصلت عدت 3 خلاص بداوا يغامروا وفتحوا ورا، فجت لنا فرص اكتر. توقعت السيناريو ده للمباراه؟ لا ما حدش توقعه خالص طبعا، لان مباراتنا دايما مع انبي بتبقى صعبه ونتيجتها بتبقى قريبه جدا يعني. شكرا جدا.